قال بصي، لا. التحنيط الملكي كان بيتراوح تقريبا ب 70 يوم. كلمة ال 40 دي طلعت على يعني اللي اقترحوا الاقتراح ده، ان الجثمان كان لازم يتحط في حوض من الملح، كانوا بيجيبوا ملح اسمه ملح النطرون، وبالمناسبة كان بيتجاب من وادي النطرون من البحيرات الجميلة انا اللي لسه هناك كنت اللي اسال كلمنا حضرتك عليها جمال السؤال ده. حمدان. بالظبط، لما بتنشف بيطلع ملح، وكان الملح ده وبالمناسبة بقى شيء بشيء يذكر بقى في الاحتفالات والأعياد، لما كانوا بيروحوا المعبد علشان يصلوا ويعملوا الاحتفالات الدينية والطقوس الدينية بتاعتهم في مصر القديمة، كان لزاما عليه إن هو يستحمى 4 مرات في اليوم. المصري القديم كان بيستحمى مرتين الصبح ومرتين بالليل، عشان هو بيشتغل كاهن جوه المعبد ثانيا. عشان هو بيعتبر ان الميه ده نوع من انواع التطهير، ممكن بيقدسوا التطهير. الميه، اشكرك. بالظبط، بيقدسوا ميه النيل. هو كان بيطهر نفسه بقدر الامكان. اتنين، كل من اول راسه اللي فوق لحد اخر صوبه عليه من تحت، كل الشعر منزوع علشان ايوه، الكهنه النظافه فعلا ما كانوا يعيش بنشوف فيها كده. بق او قمل او قمل، يعني امل يعني، او اي من الحشرات لازم يبقى نظيف. ثلاثه بقى، علاقه ده بملح النطرون ايه؟ كان بيمضغ زي المسيكه كده، عندنا في اسكندريه نسميها مسيكه، انتوا بتسموها البان اللي انا بسميها مسيكه زيك. لا ما مسيكه مسيك، انا بعمل لكم مره اصول مستيك. الكلمات. وهقول لكم المره اللي جايه، بس مش هقولها لكم المره دي عشان تبقى جاذبه شويه خلاص. نحنسكم يعني. هجيب لكم اصل كلمه ايوه. ايوه الاسكندراني. ايوه، ايوه الاسكندراني بتاعتنا دي، بتاعت الاسكندرانيه. شوف احنا بنقولها بقالنا كام سنه، لكن هل فينا حد فكر اصل كلمه ايوه ايه؟ لا، جايه منين ايوه دي؟ ما هي دي مش عربي. يعني انت لما بتفتحي مختار الصحابه، او بتفتحي مثلا الرازي، او بتفتحي العلماء الكبار بتوع اللغه دول، المحيط، ما هو بص بقى، المغرب كده. هتبقى حاجة بقى رومانية يونانية. لا دي مش شكلها هقول لك تطلع قبل فرعوني بقى. فرعوني؟ أكيد. بس مش فرعوني هقول في اسكندرية؟ لا، مش هقول فرعوني مش في اسكندرية. وهل اسكندرية كانت معروفة أيام المصر القديم، ولا شفتي؟ هي فقط أيام البطالمة؟ بطالمة. كل دي أسئلة هنعملها لكم لما على دخول الصيف، عشان نشجع الناس تروح تتفسح في القصة. اسكندرية. نرجع طيب. بقى للألف وستة. عايز أقول لكم حاجة على عيد الفطر جميلة أوي. الراجل اسمه أفليه جلبي ده، طول ما هو ماشي منبهر بالمصريين ومنبهر بالحضاره بتاعتنا الحديثه كمان، ال 1600، بيقول لنا على العيد ايه؟ بيقول لنا ان المصريين كانوا بيعملوا مشروب قبل العيد بشويه اسمه سوبيا. سوبيا بتاعتنا يعني. بتاعتهم 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 مش هم، بتاعتنا مش احنا. بتاعتنا. كل حاجه والله ايه ده؟ هنلاقيها احنا بناخدها منهم فعلا. مفاجآت. بقول لك مش ممكن. خلاص، وهو بيقول ان هي كانت مقويه، بيوصفها بانها كانت مقويه ومنعشه ومرطبه. انا بتهيالي الثلاث مواصفات دول انا سمعتهم في اعلانات قبل كده، يعني واخد بالك اللي هو فيه اعلانات عن مثلا حاجه مشروبات وبتاع. بيقول لك العيد بيستمر احتفالاته في مصر بيتكلم على القاهره 3 ايام، وكانت تملي الثلاث ايام دول كلهم بهجه ومرح وسرور، على حسب وصفه اللي بيوصفه أفليه جلبي. ايام الاعياد دي، وحتى هو وصفها وصف عجيب قوي، قال لياليها ليله القدر. يعني طبعا هو الوصف هنا طبعا مش ايه، لا مش صحيح، مش لكن هو مبالغه منه. وبعدين قال في الميادين بتاعه القاهره بيتم تنصيب، بيشيدوا يعني، بيشيدوا ايه؟ بيشيدوا الاف من الاراجيح. مراجيح بقى، المراجيح، مظاهر العيد عندنا دلوقتي. تخيلي انت بتتكلمي في ال 1600، يعني حوالي 400 سنه تقريبا. وذكر ميادين زي ميدان الرملي. الميدان الرملي ده اللي هو ما بين السلطان حسن والرفاعي وباب العزب، باب القلعه، الحته دي. كان في برضه هناك في الحته برضه الجنب برضه الاثار الاسلاميه بتاع زمان، كان في ميدان كان زمان خالص 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 خالص، كان في سجن. فالسجن ده كان سجن كده، مكان مظلم كده وبتاع مش عارف مين. فسموا المصريين سموا الميدان بتاع السجن ده الميدان المظلم. بالتركي قرى يعني اسود او مظلم. ميدان يعني ميدان. حط ميدان؟ الاثنين جنب بعض رميدان. يبقى الميدان اسمه الميدان المظلم، قرى ميدان. رميدان. احنا يا مصريين عندنا مشكله مع حرف القاف، ما بنحبهوش. اتقالت أرميدان في خلاص، معاداه بيننا وبين حرف القاف. ايوه صح.
ما بنقولهوش، زي انا رايح ابو اسكنه. قرقاس، ابو قرقاص، مش ربنا بيقول ابو يحفظك قرقاص، كده، مش بيقول ابو قرقاص. لا، ابو ما في قرقاص كلام اي كتير قاف بيتحرف، كله الف. في كلام كتير بيتحرف يعني بالقطط انا رايح السوق كده. طبعا. فالمهم هو بيكلمنا على قرميدان وبيقول الاحياء ديت، وبولاق، ذكر بولاق، وعلى بولك فكره بولاق بولك. ملهاش علاقه خالص ببولك اللي طلعت دي. بولاك يقول لك اصل ايام الفرنسيين كان اسمها البحيره بولك. الجميله نابليون بولاك وبحيرة، لاك، يبقى يعني دي غلط، بحير. المعلومة دي غلط. تماما يا فندم، بس كانت الخرايط اللي طلعت قبل غلط. الحمله الفرنسيه والغزو الفرنسي بمئات السنين خرايط ذكرها بولاك، وذكرها بالمناسبه بالكاف. امبابه، وامبابه مذكوره بالنون. يعني احنا كشعب انبابة، لما نيجي نقول انبابة مش انت امبابة. منين، يقول له انا من انبابه، انبابة. لاحظ ان احنا ما بنقولهاش امبابه بالميم، فتستغربي تقولي ايه ده احنا بننطقها غلط. وبعدين تبصي على الخرائط القديمه تلاقيها امبابه بالنون. المهم الاف الاراجيح والزقازيق، ميم ايه الزقازيق بقى لو انتوا جدعان؟ مراجيح برضو. برافو عليك، مش بتزيق. برافو عليك، انت عارفه مش الدواليب. بتزيق. الدواليب والزقازيق، الزقازيق لانها بتلف زق 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 زق، بتلف بقى مش بتزيق. فبتبقى عامله اسمها كده بالعربي، اسمها كده، اسمها الزقازيق. وديت انتوا لو تفتكروا الليله الكبيره، ودي تملي كنا من اهالينا بيشغلوها لنا في العيد. طبعا جميله. ففي حته في الليله الكبيره فيها مراجيح بتلف، ايوه اللي وانت بتلف زي تقعدي الساقيه جوه كده، صندوق زي زي الساقيه. الساقيه بالظبط، وتقعدي جوه صندوق، مش القارب ده انا اللي عارفاها. بتعمليه يمين شمال عاملاها ده. دي. في بقى القارب اللي هي بتقعد تلف فوق دي الخطيره دي. المهم فدي دواليب وزقازيق، خلاص. وادوات اللعب الصغار بيركبوها، وهو بيوصفها بانه مشهد ظريف. وبيقول ان من يعني رغم ان في ناس كتيره قوي في المدينه دي القاهره، الا ان ما فيش حد يقدر يجرؤ على مد يده الى الصبيه والنساء. في بيقصد احترام بقى ان وفي ما كانش في قوانين. تحرش بالظبط، صح. يعني هو قصده يقول ما فيش تحرش وما فيش حد بيتجاوز في الشارع. ده أخلاق المصري. أخلاق المصري. أهو علشان ما حدش يبقى، وعلى فكرة اللي كاتب الكلام ده راجل أجنبي، راجل مش مصري. عشان ما حدش يقول مثلا بيبالغ لا أو لا. لا، راجل بيوصف مظبوط، فلا تحرش. يبقى إذن أيام العيد والجماعات والشوارع والحاجات اللي بالمنظر دوت. بالنسبة للمأكولات والحلويات، إحنا عندنا حاجة بالإنجليزي بيسمونها سويت توث، كانوا بيقولوها لي الإنجليز. الانجليزي يقولوا له انتوا يا بسام انتوا عندكم سويت توث خطيره جدا، اللي هي السنه الحلوه. السنه الحلوه ده مصطلح انجليزي بمعنى ان احنا بنحب الحلويات. يعني المصريين بيحبوا الحلو، وفي بعض الاحيان، مش بعض الاحيان، اغلب الاحيان بنبالغ. يعني كم السكر اللي بيتحط في الشاي يا جماعه كتير، مش معقول. اصلا السكر الابيض ده المفروض خلاص بقى منتهي، بقى له مليون سنه. المهم مين بقى طفق لده؟ مين فهم بيه؟ في يعني ناس كان عندهم دخلت. كحك العيد مثلا؟ ما هو ده بقى، هو لان هو جم مثلا في ايام العبيديين، في ناس اسمها من جايين من حته اسمها بني، يعني من اصل اسمه بني عبيد، من المغرب العربي، دول اللي سموا نفسهم الفاطميين. الفاطميين ما لهمش علاقه بالفاطمه، يعني بسيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها. هم سموا التسميه دي عشان عارفين المصريين وعارفين الناس بيحبوا آل البيت. واحنا يا مصريين مشهور عننا حبنا الرائع لأهل طبعا. البيت. عندنا أهل البيت كده حاجة خاصة بينا مصريين بالذات. فراحوا مسميين نفسهم الفاطميين من الأول.